مساء الخير واهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. حلقه جديده من برنامج اكسترا تايم، رح تكون حلقه منوعه على الصعيدين المحلي والعالمي، ورح اكون معكم فيها انا وفرح عبنده. مساء الخير لكم جميعا. اكسترا تايم اليوم رح يتناول العديد من المواضيع المحليه، وتحديدا قرارات اتحاد كره القدم بانهاء عقد المدرب المكلف عبد الله ابو زمع وجهازه المعاون، بالاضافه للعديد من المواضيع العالميه وفقرتنا الاسبوعيه اساطير. إذن الحديث عن المنتخب الوطني وعن الجهاز الفني للمنتخب الوطني رح يكون معنا المحلل والصحفي الرياضي خالد خطاطبة. مساء الخير كابتن. مساء الورد. أهلا وسهلا فيك. نهاية مشوار المدرب عبد الله أبو زمع مع منتخب النشامة وقرارات اتحاد كرة القدم بالتقرير التالي. مع نهاية المرحلة الخامسة من إعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المقبلة، أنهى اتحاد الكرة عقد المدرب المكلف بشؤون إدارة المنتخب الوطني عبد الله أبو زمع وجهازه الفني والإداري. اتحاد الكرة عقد اليوم جلسة مطولة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، تدارس فيها المجلس كافة أمور المنتخبات الوطنية، وبعد الاطلاع على كافة التقارير التي قدمتها الدائرة الفنية عن مشوار المنتخبات، تقرر توجيه الشكر للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الجهود التي بذلت منذ تولي المهمة ولغاية المباراة الودية التي جمعت المنتخب مع نظيره اللبناني مساء الثلاثاء، وعدم التمديد للجهازين مما يعني إنهاء مهامهما اعتبارا من اليوم. وكانت الهيئة التنفيذية اطلعت على التقرير الفني والإداري الذي قدمه المدرب عبد الله أبو زمع عن المرحلة التي تكلف بها بالإشراف على تدريب المنتخب، والذي تضمن أبرز الإيجابيات التي تحققت خلال تلك الفترة. وجددت الهيئة التنفيذية للاتحاد تفويض سمو الأمير علي بمسألة اختيار المدرب الذي سيقود المنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس آسيا. وكان أبو زمع قد تولى الإشراف على النشامة بعد رحيل المدرب الإنجليزي هاري ريدناب منذ شهر آذار الماضي، وخاض العديد من المباريات الودية، وسيكون ملف هوية المدرب الجديد يتصدر الشارع الرياضي الأردني خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد على طاولة الاتحاد العديد من المدربين وأبرزهم مدرب إنجليزي مع طروحات بأسماء مدربين عرب، ولكن تبدو الإنجليزية الأقرب للعودة لقيادة النشامة. إذن كابتن خالد، اجتماع مطول عقد اليوم برئاسة سمو الأمير علي، وبهذا الاجتماع أبرز قراراته كان إنهاء عقد الجهاز الفني للمنتخب. رأيك بهذا القرار ورأيك بمشوار عبد الله أبو زمع؟ شوف، هو القرار متوقع، يعني مش مفاجئ للشارع الرياضي، لأنه كان في حديث عن هذا الموضوع من قبل فترة، ويمكن قبل شهر صرح سمو الأمير إنه البحث جاري عن مدرب جديد للمنتخب الوطني، فبالتالي القرار كان متوقع لإنهاء عقد الكابتن عبد الله بزمع وجهازه الفني المعاون إضافة للجهاز الإداري. بالتأكيد عبد الله يعني اجتهد في مهمته، يعني قدم اللي عنده. فيش مدرب يعني على وجه الكرة الأرضية بحب الخسارة، يعني المدرب بيجتهد دائما حتى في خياراته، في مبارياته، في الخطط اللي بوضحها، حتى لو يعني في اختيارات اللاعبين احيانا يتهم المدرب انه نادوي او بميل للاعب او لنادي معين او النادي اللي نشا وترعرع فيه. انا بعتقد انه هذه بعيده كل البعد، لانه المدرب بالنهايه بحب يختار اللاعب اللي ممكن يخدمه، لانه بالدرجه الاولى بده نجاحه. الكابتن عبد الله في الفتره الماضيه اجتهد في اختيار اللاعبين، يمكن تعرض لكثير من الانتقادات. في اكيد في المشوار في ايجابيات وفي سلبيات، لكن بالنهايه المدرب دائما المدرب فكر، يعني مستويات المدربين مختلفه من مدرب لاخر، كل واحد يعني عنده فكر معين، كيف بنميز انه هذا مدرب كويس وهذا احسن وفي المدرب الاحسن؟ من خلال الخبره والتكتيك. عبد الله اجتهد بكل طاقاته، حاول انه يخدم المنتخب، يمكن الظروف ما خدمته في المرحله الماضيه، فبالتالي ما حقق النتائج المأمولة. كان في يمكن ملاحظات على مشواره، يمكن نتفق او نختلف مع البعض،
فترة الإحلال والتبديل اللي حكينا عنها فترة يمكن أنا برأيي الشخصي بالغ فيها الكابتن عبد الله، فبالتالي وصلنا للمرحلة الحالية. الآن المهمة أصعب أمام الاتحاد الكرة القدم، لا اختيار مدرب جديد، رغم أنه أنا بعتبر أنه هذا القرار متأخر، يعني قرار إنهاء العقد الجهاز الفني أو حتى تمديده قرار متأخر، لأنه الآن إحنا أمام مرحلة مهمة، يعني ضايل لغاية شهر 3، الفترة في عالم كرة القدم نوعا ما قصيرة، خاصة إذا ما انتبهنا للنقطة مهمة أنه ما في أيام للاتحاد الدولي أنه نلعب مباريات دولية ودية ضمن الفيفا ديت، فبالتالي راح المدرب اللي يجي راح يواجه صعوبة، فعامل الوقت مهم في هذا الجانب، وإن شاء الله أنه الاتحاد في أقرب وقت، إحنا الوقت متأخر لكن أقرب وقت نتمنى أنه يتم التعاقد مع مدير فني جديد. نعم، طيب كابتن برأيك هل نجح أبو زمع مع المنتخب، وهل يتحمل مسؤولية تراجع المنتخب في التصنيف والأداء؟ شوف عبد الله، أبو زمع إجا في فترة صعبة، يعني فترة انتقالية بين مرحلتين بين جيلين، يمكن أنا بختلف معه في أحيانا في اختيار اللاعبين، بختلف معه في كثرة تكرار الإحلال والتبديل لأنه ما ثبتنا على تشكيلة معينة. في الفترة الأخيرة صار في ثبات وصار في تحسن في أداء المنتخب نوعا ما، يعني إذا ما قررنا أداء المنتخب في المباريات لما لعبنا مع سلطنة عمان أو مع المغرب مع مباراة أوزبكستان أكيد في تطور، لكن الوقت ما أسعف. فكان من الأفضل لاتحاد كرة القدم، وهو شايف مسيرة المنتخب وشايف الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، كان الأجدر أنه يتم اختيار جهاز فني على مستوى عالي خلال الفترة الماضية، حتى أنه نستفيد من المباريات الودية اللي لعبناها، يعني لو كان في مدرب أجنبي موجود في هذه المباريات أكيد راح يكون انطباع كبير عن أداء اللاعب الأردني، عن أداء المنتخب، انطباع عن اللاعبين، فبالتالي بتكون الفرصة أمامه من هون لشهر 3 أنه يكون منتخب جديد. الآن انتهت المباريات الودية، ما في مباريات أيام الاتحاد الدولي لشهر 3، فشهر 3 اللي إحنا رايحين ندخل فيه المنافسات. أيضا المدرب الجاي رايح يصطدم مع الأندية في الفترة الجاي، لأن الأندية بدها استمرارية في الدوري، المدرب الجديد بده بنفس الوقت مصلحته بتقتضي أنه يجمع اللاعبين، وهذا يعني بعكس أيام الاتحاد الدولي، فبالتالي الأندية راح تكون هي الطرف الأقوى في هذه المعادلة، فبالتالي المدرب اللي راح يجي جديد راح يجب أنه ينسق مع الأندية حتى أنه يأخذ اللاعبين لفترات معينة ويمكن تكون صعبة، فبالتالي المفروض أن المدرب يكون في الوقت الجاي ويتابع الدوري حتى يشكل فكرة عن مستويات اللاعبين ونصل للمنافسات، وعلى الأقل عنده فكرة. فإذا بنجيب مدرب أجنبي لأول مرة بتطلع على مستوى الكرة الأردنية فراحين نعاني ونعاني كثير. جربناها. برأيي الشخصي المدرب العربي ممكن يكون أقرب في هذا الجانب وأفضل للمنتخب في الفترة الجاية. صحيح. الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم فوضت سمو الأمير علي للتفاوض مع مدرب. هناك أنباء طبعا تشير للاقتراب من المدرسة الإنجليزية كمدرب، والشارع الرياضي الأردني عم بتحدث عن مدرب عربي. إحنا شو منحتاج؟ إحنا الوقت بحكمنا الآن، يعني لو بدنا نجيب مدرب أجنبي إنجليزي أكيد مش متابع الكرة الأردنية، أكيد مش عارف مستويات اللاعب الأردني، فهذا شو بتطلب منه إذا بده يجي يتفرج على اللاعب الأردني؟ المفروض أنه يتواجد في كل مباريات الدوري حتى يكون انطباع، ثانيا بده يكون على تواصل مع الأندية حتى أنه يتفق معها على آلية معينة أنه يقدر يجمع المنتخب في الفترة الجاي ويلعبوا مباريات دولية ودية. المدرب العربي ممكن يكون أقرب، ممكن يكون عارف وضع اللاعب الأردني بشكل عام، ممكن يكون أقرب في لغة التفاهم مع اللاعبين ومع الأندية، فبالتالي ممكن يكون أقرب للمنتخب وأكثر فائدة في المرحلة الجاية. ايضا اذا بدنا نحكي عن مدرب اجنبي انجليزي او غير انجليزي، فالمفروض انه يكون يعني على مستوى عالي، يعني مش انه فقط انه اجنبي نجيبه، يعني كثير مرت علينا تجارب في الفترات الماضيه نجيب مدرب اجنبي، حتى الاعلام يعني مش مطلع على تجاربه، حتى السي في والسيره الذاتيه تاعته ما بتلبي طموحات المنتخب، لكن
بتلاقي انه مرحب فيه فقط لانه اجنبي، لكن على ارض الواقع ما بفيد المنتخبات الوطنيه. يعني على سبيل المثال لو بدنا نحكي على الاخطاء اللي بيرتكبها الاتحاد في هذا الجانب، برايي الشخصي انا بحكي رايي الشخصي، مثلا المدير الفني في الاتحاد الان ستيوارت المؤهلات تاعته بعيده كل البعد عن مؤهلات المدربين الاردنيين. نعم. المدربين الاردنيين يحمل يعني بيحملوا شهادات اعلى من هذا المدرب، ولغايه الان ما شفنا شيء مفيد. يعني صار له فتره المدير الفني الانجليزي في الاتحاد ما لمسنا اي تطور او اي فائده في المباريات حتى على صعيد منتخبات الفئات العمريه. فالمفروض اذا بدنا نستقطب مدرب اجنبي فعلا يكون مدرب على سويه عاليه ونعطيه الوقت. احنا الان في وقت ضيق، المفروض اذا ما قررنا ما تطول عمليه التشاور. نعم. في هويه المدرب ونسرع في احضاره حتى انه يتابع مباريات الدوري. نعم. الان كابتن توقعاتك او اذا عندك معلومات عن هويه المدرب او جنسيته، عربي ام اجنبي؟ انا يعني بقدرش اتنبأ او احكي لانه في الفترات الماضيه ما زبطت معنا ولا تنبؤ، لانه مفاجئ. يعني كل المدربين، ويلكنز كان مفاجئ، حتى حسام حسن لما جاء كان مفاجئ، ريدناب لما جاء على المنتخب برضه نهائيا ما كان اسمه متداول وعرفناه من الصحافه الانجليزيه. بول بوت برضه نفس الشيء. فالقرار المدرب بيكون عند الامير فقط، فصعب انه نتكهن في هويه المدرب. واحنا الاتحاد عودنا دائما على المفاجات، وعودنا انه المدرب دائما يجي في التمرين. يعني شفنا تجربه احمد عبد القادر لما ويلكنز دخل عليه في التمرين واحنا الصحفيين نتفرج ونسال مين هذا الشخص، ايش يعني، صرنا نتنبأ نحكي هذا مدرب، لا مستشار فني، هذا مدير فني للاتحاد. فنتمنى انه الخيار يتناسب مع الكره الاردنيه بشكل عام. طيب كابتن، بعيدا عن المدربين، من القرارات اللي صدرت اليوم من الاتحاد هو تثبيت أسعار التذاكر خلال كل البطولات المحلية، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني قرار في محله، يعني احنا مش بحاجة انه نرفع التذاكر، لانه بدون هالواسطة الجمهور مش جاي على المباريات، فما بالك اذا بدنا نرفع أسعار التذاكر. نعم الأندية بحاجة لرفع سعر التذاكر، لأنه هي أصلا صناديقها بتعاني من ضائقة مالية، وشفنا نادي ذات رأس اللي هو في دور المحترفين بيعاني بشكل كبير لدرجة أنه صار يلوح في الانسحاب من الدوري. فالأندية في جانبها محتاجة لأسعار تذاكر عالية حتى أنه تستفيد صناديقها من هذا الجانب. في نفس الوقت الجمهور بحاجة أنه التذاكر تظل في نفس السعر حتى أنه نشجعهم يحضروا المباريات. يعني لغاية الآن من الدوري الماضي ولغاية الآن الحضور محدود إلا في مباريات معينة، ورايحين نشوف في الدوري الحالي كثير من المباريات راح تخلو من الجماهير، إلا يمكن جماهير متناثرة إلا في مباريات محددة للفرق الجماهيرية زي الرمثة زي الوحدات زي الفيصلي. فالقرار أعتقد أنه كان صائب في تثبيت أسعار التذاكر. نعم. إذا رح ننتقل لصفحة رؤية سبورتس على الفيسبوك، نقرأ عدد من تعليقاتكم. مشرف حرب: مساء الخير سميحة وفرح، شيء مؤسف تعودنا عليه دائما، ظلم بحق المدرب الوطني، بجهز فريق قبل كل تصفيات ويجلبون الخواجة أو مدربين إكسباير منتهي الصلاحية، ومن يقول عكس هذا غايب طوشة. سيف الدين وليد: مساء الخير أبو زمع، لم يقدم نتائج ولا أداء لكن قدم أسماء شابة جديدة للمنتخب رح تعطي لسنوات، وهلأ أي مدرب رح يجي مع المنتخب رح يرجع يجرب بلعيبة لوقت ما نوصل لكأس آسيا، رح نضلنا نغير مدربين ولاعيبة. في عنا كمان جمال الجندي: السلام عليكم يسعد مساكم، للأسف اتحاد ما بعطي الفرصة للمدرب المحلي، أبو زمع وصل المنتخب إلى مستوى جيد وكان منتخبنا في تصاعد ولكن ما صبروا على المنتخب. عودة الخزاعلي: لو نظرنا للمرحوم الجوهري وعدنان حمد لوجدناهم يختاروا لاعبين المقاتلين في الملعب، وكل شخص يعد نفسه هو المسؤول عن المباراة. فارس شرف: بصدق المدرب الوطني ليس له احترام، وإن كان على صواب هذا يدمر الرياضة، عدم الثقة من الإدارة. رأيك كابتن بالتعليقات؟ رأيي أنا بوافق اللي بيحكوا أنه المدرب المحلي
ما له الاحترام المفروض. نعم. ما في ثقة نهائيا في المدرب المحلي، وهذا شيء واقع. التصريحات غير وعلى أرض الواقع غير. دائما يعني إذا بدنا نحكي بشكل دبلوماسي، التصريحات اللي بيطلع فيها اتحاد الكرة دائما أنه الثقة في المدرب المحلي، لكن هي فقط تصريحات. على أرض الواقع نهائيا ما في ثقة في المدرب المحلي. إحنا مش مطلوب، يعني يمكن في مدرب أجنبي يفيد المنتخب بشكل أكبر من المحلي، لكن ليش الفرق هنا أنه المدرب المحلي من كلفه ما منوضع الثقة فيه، ما منوفر له الأدنى المتطلبات، يعني كأنه أنت تحمل لحالك، تحمل الأمور الإدارية والفنية ولا تطلب معسكرات واعمل بأقل التكاليف، مقابل أنه لما يجي المدرب الأجنبي طلباته أوامر، يعني صحيح. فبتدلل، يعني بيطلب معسكرات، بيطلب تجميع المنتخب في الوقت اللي بده إياه، بيطلب مشاركات في بطولات دولية ودية، فهذا بساعده، أكيد بساعد. يعني لو جبنا في كثير مدربين محليين على سوية عالية، لو جبنا هذول المدربين وعطيناهم الثقة، شرط أن نوفر لهم اللي بنوفره للمدرب الأجنبي، أكيد راح يكون في نجاحات. لكن هذا مش معناته أنه إحنا ما نستعين بالمدرب الأجنبي، نستعين في المدرب الأجنبي ونشغل معه مدربين محليين حتى نستفيده، لكن لما بدنا نجيب مدرب أجنبي لازم يكون أفضل بكثير من المدرب المحلي، لازم يكون في فارق حتى نعم. أنه نستفيد في المنتخب في المشاركات اللي بنخوضها. نعم. وهلأ صار الوقت نتعرف على أسطورة جديدة بفقرتنا الأسبوعية أساطير. يعد مايكل بالك واحدا من أساطير الكرة الألمانية على مر التاريخ، وتمكن بالك من الفوز بالعديد من البطولات مع الأندية التي لعب لها، بداية من كايزرسلاوتن، مرورا بباير ليفركوزن وبايرن ميونخ، وأخيرا تشيلسي الإنجليزي، والعودة إلى باير ليفركوزن قبل إعلان اعتزاله. ولكن تكمن المشكلة الرئيسية لمايكل بالك والنقطة السوداء في تاريخه هي عدم فوزه ببطولات مع المنتخب الألماني، وأيضا صعوده لأهم النهائيات في البطولات الأوروبية للأندية، ولكنه لم يتمكن من الفوز بها، حتى أن البعض اعتبره من أكثر اللاعبين نحساً في تاريخ كرة القدم. واستطاع بالك الفوز بأربع دوريات ألمانية، ثلاث منها مع بايرن ميونخ وواحدة مع كايزرسلاوتن، وثلاثة كأس ألمانيا مع بايرن ميونخ، وبطولة وحيدة للسوبر ألمانيا. أما في إنجلترا مع تشيلسي فتمكن من الفوز ببطولة للدوري الإنجليزي، وبطولة للكارلينج، وبطولة وحيدة للكأس الخيرية، وثلاث بطولات لكأس الاتحاد الإنجليزي. ويعتبر مايكل بالك من أكثر اللاعبين نحساً في التاريخ، حيث كان قريباً من الحصول على أكثر من بطولة، ولكن دائماً ما كان يخسرها في المباراة الأخيرة. من أبرز هذه البطولات هو وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسارة النهائي، ومع المنتخب الألماني خسر نهائي كأس العالم أمام البرازيل، ولم يتمكن من مساعدة المنتخب من الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم 2006 عندما نظمتها ألمانيا بالذات. كابتن خالد، يعني بالك من أفضل لاعبين بكرة القدم الألمانية، بس دائما كان يرافقه يعني سوء حظ رهيب. هو معروف يعني لاعب من يعني من أرقى اللاعبين في خط الوسط، سواء مع المنتخب الألماني أو مع الأندية اللي لعب فيها، لكن دائما لاعب طموحه أن يوصل أقصى شيء مع منتخب بلاده في يحرز كأس العالم. لكن بالك يمكن من اللاعبين اللي بين قوسين من حسين في نعم. في هذا الجانب، لكن هو على الصعيد الفني والمهاري من أفضل لاعبي الوسط في العالم في عهده. حديثنا مع ضيفنا مستمر، ولكن خلونا نطلع لأول فاصل وراجعين. أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومكملين معكم فقرات إكسترا تايم. وهلأ رح ننتقل للحديث عن الأندية اللي عم تستعد لاستئناف دوري المحترفين، تشوفها بتقرير التالي وراجعين.
قررت أندية الفيصلي والرمثا والجزيرة الدخول في معسكر محلي مغلق استعدادا للجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم التي تفتتح يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأكدت الأندية الثلاثة دخولها في معسكرات مغلقة قبل يوم من إقامة المباريات بهدف تحضير اللاعبين معنويا وفنيا للمباريات. الفيصلي سيواجه المنشية على استاد عمان الدولي ويبحث جديا عن تحقيق أول 3 نقاط له في هذا الموسم بعد الخسارة من الجزيرة وتعادل مع الرمثا في الجولتين الماضيتين. لدوره يدخل فريق الوحدات والجزيرة مرحلة التحضير الأخيرة للمواجهة التي ستقام يوم الجمعة على استاد الملك عبد الله في القويسمة. الفريقان عد العدة لهذا اللقاء حيث يطمح الوحدات لاستعادة توازنه بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سحاب. وبدوره يدخل الجزيرة بطلب من مدرب الفريق نزار محروس في معسكر مغلق. هذا الأمر ينطبق على لقاء الرمثا وشباب الأردن الذي يقام الجمعة أيضا على استاد عمان الدولي. غزلان الشمال سيعسكرون في عمان قبل هذه المواجهة وهدفهم تحقيق أول فوز هذا الموسم بعد الخسارة من الأهلي والتعادل مع الفيصلي. فكيف سيكون مستوى أندية المحترفين بعد إيقاف الاضطراري الذي أصاب الدوري لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني لإقامة تجمعه التحضيري الخامس؟ إذن كابتن، فترة توقف للدوري بسبب مباريات المنتخب الوطني، خلال هاي الفترة بعض الأندية، كل الأندية استعدت طبعا، بعضها استعد من خلال المعسكرات والبعض الآخر اكتفى بالتدريبات. نعم، الأسبوع الثالث أعتقد أنه يكون من أكثر الأسابيع فيها عصبية للأندية. أول شيء فترة التوقف أكيد فيها إيجابيات وفيها سلبيات بالنسبة للأندية، كل نادي حسب وضعه. يعني نادي زي الجزيرة، زي المنشية، زي الحسين أربد، الفرق اللي في الصدارة كانت منتشية، كان من الأفضل مصلحتها أنه يستمر الدوري، مقابل أنه فرق زي الوحدات اللي تعادل مع سحاب، الفيصلي اللي تعادل مع الرمثة، فهذه الفرق يمكن عادت حساباتها، فبالتالي الأسبوع راح يكون صعب. شوف، الأسبوع هذا ممكن، يعني ممكن يكون فيه مدربين تحت التهديد، يعني يمكن 3 أو 4 مدربين هذه المباريات الفرصة الأخيرة لهم، في حال تعثرت فرقهم فأعتقد أنه رايحين نشهد إقالات في الفترة الجاي. نعم. أيضا الأسبوع هذا راح يعاني كمان من توقف اللاعبين، توقف المنتخب في مباريات المنتخب في الفترة الجاي راح يعاني منها اللاعبين، لأنه حكينا أنه لاعبي الأندية خاضوا تقريبا 5 مباريات في أسبوعين وهم تقريبا مش جاهزين بدنيا وفنيا. صحيح. ففي لاعبين تعرضوا للإصابات، في أندية راح تبعد لاعبي المنتخب عن المباريات الجاية. أنا أعتقد ممكن فريق الوحدات يكون من الفرق الخاسرة لعدد من اللاعبين، لأنه لاعبينهم عانوا من الإرهاق، خاضوا أكثر من مباراة مع المنتخب، 3 مباريات لعبوا قبل مباراة العراق أيضا مع ناديهم، والآن بعد مباراة لبنان رايحين يلعبوا مباراة مع الوحدات ضد فريق الجزيرة، فممكن يكون في غيابات عن الفريق، فبالتالي هاي راح تأثر على مستويات الفنية لعدد من الأندية، ويمكن الوحدات يكون من أكبر المتضررين فيها، مع أنه الفريق في الفترة الماضية شفنا أداء تصاعدي. يعني الوحدات اللي شفناها في أول مباراتين في الدوري غير الوحدات اللي شفناها في الدرع، صار في، لأنه صار في استقرار فني. نعم. صار في تحسن في الأداء، فهذه فترة التوقف وارتباط 7 لاعبين منه في المنتخب ممكن تنعكس سلبا عليه في المباريات الجاي، إذا ما استطاع الكابتن عدنان حمد إيجاد اللاعب البديل القادر فعلا على خوض المنافسات. وبنعرف يعني فريق زي الوحدات صعب انه يعني يرضى في تعادلين او تعادل وخساره، فمباراته الجايه امام الجزيره راح تكون صعبه وراح تكون مهمه بالنسبه له بشكل كبير. نعم. هلا مشكله التوقف، يعني التوقف نعتبره مشكله طبعا وهي مشكله مستمره من الموسم الماضي، المشكله الثانيه اللي هي كمان لسه موجوده من الموسم الماضي هي المشكله الماليه، ويمكن ظهرت خلال فتره التوقف هاي، ظهرت من خلال التاخر بتسليم المستحقات للاعبين، بالاضافه لانه
نادي ذات راس لوح بالانسحاب من الدوري بسبب المشكلة المالية. في نقطة مهمة اليوم كانوا يحكوا فيها رؤساء الأندية، أنه الاتحاد يعني لغاية الآن منتظم مع الأندية في دفع المستحقات الشهرية، وهذه نقطة يمكن تحسب للاتحاد أنه في انتظام، لكن المردود المادي للأندية ضعيف. حتى لو الاتحاد انتظم في دفع المستحقات الشهرية، يعني الاتحاد تقريبا بيدفع 19,000 لكل نادي من المحترفين، وهذا يمكن فتات بالنسبة للأندية بالنسبة لعقود اللاعبين والرواتب الشهرية. فالأزمة المالية راح تستمر المعاناة فيها، ما رايحين نحكي أنه الشهر الجاي أفضل أو البعديه. نعم. إحنا لأنه دخلنا على الاحتراف وإحنا يعني مش جاهزين له بشكل كبير، خاصة من الناحية المادية. ثبتنا مستحقات الأندية الشهرية مقابل أنه الأندية زادت مصاريفها، خاصة في التعاقدات مع لاعبين محترفين أو مقدمات العقود، واللاعب عندنا شعار أنه لاعب محترف بطل يرضى بالقليل، فصار يطلب مبالغ عالية، والأندية إيراداتها نفس الشيء. فهذه شكلت معاناة للأندية. اليوم في جلسة الاتحاد تم بحث هذا الموضوع، تم بحث كيف زيادة دعم أندية المحترفين، كيف زيادة دعم أندية الدرجة الأولى. فممكن في الفترة الجاية نشهد يعني زيادة نسبية ولو بسيطة على دعم الأندية سواء المحترفين أو الدرجة الأولى، وهو المطلوب. يعني الاتحاد واجب عليه أنه يدعم الأندية، لكن الأندية عليها الواجب الأكبر اللي هي الجانب التسويقي، وإحنا ضعيفين بشكل كبير كأندية، ضعيفين في التسويق. المفروض الأندية تسوق حالها بشكل أفضل حتى أنه تضمن إيرادات تساعدها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين. صحيح. ومن أنديتنا المحلية ننتقل لبطلنا الأولمبي أحمد أبو غوش، اللي تم تكريمه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بجائزة التميز. خلينا نشوف تقرير تالي وراجعين. بعد أن دخل تاريخ الرياضة الأردنية من أوسع الأبواب بتحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات الأردن في الألعاب الأولمبية، شارك البطل أحمد أبو غوش الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي باستلام جائزة التميز للجان الأولمبية الوطنية في حفل نظمته أنوك، ومنحت اللجنة الأولمبية الجائزة بعد إنجاز أبو غوش في أولمبياد ريو. وعبر أبو غوش خلال حفل عن فخره واعتزازه باستلام جائزة أنوك للجان الأولمبية المتميزة وبالمشاركة في هذا الحدث الرائع، وأضاف: أن أكون أول بطل أولمبي في الأردن يعني للكثير، ولكنه يعني أكثر من ذلك للأردنيين، ولم أكن أحلم بأن يكون لنجاحي هذا التأثير الكبير على الناس في بلدي. يعني كابتن جائزة مميزة للأردن وللجنة الأولمبية وللبطل أحمد أبو غوش، وأكيد طبعا الإنجاز اللي حققه راح يضله في الرياضة الأردنية يمكن للأبد. هذا الإنجاز إنجاز جديد ومستحق للاعب أبو غوش، وهو إنجاز للأردن بشكل عام وللاعب بشكل خاص. اللاعب يعني فوزه في الميدالية الذهبية في الأولمبياد يعني مفخرة لكل الأردنيين، ولاعب زي أبو غوش فعلا يستحق التكريم ويستحق العناية ويستحق انه نبني عليه. لغاية الان ما شفنا يعني شيء واقع وفعلي. لو بدنا نسأل يعني قديش الاتحاد انفق على ابو غوش حتى انه يوصل للأولمبياد، لاعب في لعبة فردية، وعنا احنا يعني مش هذيك الاهتمام الكبير او مش هذيك النفقات، يعني لاعب ما بيكلف الاتحاد سوى التدريبات موجودة في صالة محلية، يمكن استفاد المعسكرات اللي عملها قبل الذهاب للبرازيل في الأولمبياد. فالتكلفة صناعة بطل فردي يعني لا تضاهي يمكن 1% من المبالغ المالية اللي مندفعها للمنتخبات الجماعية، خاصة منتخب كرة القدم. فالمفروض أنه نستفيد من هذه الإنجازات ونبني على إنجاز أبو غوش من خلال الاهتمام بالألعاب الفردية اللي بتبرز اسم الأردن. يعني لاعب واحد وضع اسم الأردن على خريطة الرياضة العالمية في الأولمبياد، وشفنا تكريمه في قطر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، فأكيد هذا مفخرة ولازم إحنا نبني عليه حتى أنه نصنع أبطال في المستقبل قادرين على إحراز الميداليات ورفع اسم الأردن وعلم الأردن عاليا في كل المحافل الدولية. نعم. بس برضو كابتن كمان إنجاز أحمد أبو غوش يعني يعتبر رسالة لكل الرياضيين الأردنيين بأنهم قادرين على تحقيق إنجازات كبيرة للوطن. إحنا المواهب في الأردن موجودة، لكن إنه كيف نستثمرها؟ يعني لازم يكون في
قيادات رياضية واعية لهذا الجانب. يعني كثير منشوف مواهب يمكن لأنه ما له واسطة أو مش مدعوم بتلاقي بروح على النادي أو بروح على الاتحاد أو بروح على المنتخبات سواء الفردية أو الجماعية، ما له دعم نادي مش مساعده، فبالتالي بروح يعني بالعامية بروح بالرجلين. المفروض أنه يكون في خبراء مختصين في كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وخاصة الفردية يكون في فعلا خبراء بعيدين عن المجاملات بعيدين عن النادوية، يختاروا اللاعب القادر فعلا على تمثيل المنتخب. وهي رسالة كمان لكل اللاعبين في الألعاب الفردية أنه فعلا لاعب ممكن يرفع علم بلده في أعلى المحافل الدولية. أبو غوش شفنا مثال، المفروض في الفترات الجاي نهتم أكثر بالألعاب الفردية. إحنا للأسف ما في، يمكن هو الاتحاد تايكواندو لاعب التايكواندو هو المنجم الذهب بالنسبة للأردنيين، لكن بقية الاتحادات يمكن ما فيها اهتمام. يمكن اتحاد الكاراتيه نسبيا نوعا ما بيهتم في لاعبيه، فالمفروض انه نركز على الالعاب الفرديه. صحيح. ونعطيها شويه دعم خاصه في الجوانب الماليه. يمكن اذا بنستعرض الدعم اللي بتقدمه اللجنه الاولمبيه للاتحادات الفرديه دعم متواضع مقارنه بالاتحادات الجماعيه، رغم انه هذه الاتحادات الفرديه هي اللي بتجيب الانجاز، فالمفروض يكون في عداله في توزيع الدعم حتى انه فعلا نصنع ابطال قادرين على تحقيق الانجازات. نعم. في المستقبل القريب نشوف. صحيح، نتمنى نشوف هذا الدعم، نتمنى نشوف ابطال اخرين بالرياضات الفرديه الاخرى. كابتن خالد خطاطبه نورتنا اليوم، اهلا وسهلا فيك. شكرا.